إخواني أختي، أعضاء المجلس الشعبي البلدي، أولا نشكركم على الثقة اللي درتوها فيا، ونشكركم على المسؤولية اللي كلفتوني بها. وبلا ما نطول في الكلام، ننتقل إلى الموضوع الاجتماع، وهو تكوين اللجان. أنا ممثلة في المسرح الوطني الجزائري، وفي هذا الشريط الخطوة الأولى نمثل دور السيدة عبد الله. واليوم اللي انتخبوا عليك ما يلزملكش تنساي واش قالوا لك سي الخضر سي عبد القاهر سي رضا، واش قلت لك انا كل يوم، واش يسلك البلاد والوطن كله هما ناس كيما احنا
ماشي هذوك الديماغوجيين اللي عندهم في فمهم غير كلمة الاشتراكية. اسمي دوجة. انا ممثل جزائري، مثلت في المسرح، في السينما، في التلفزيون. في السينما مثلت في عدة افلام، افلام كبار، نعم كبار وصغار. بصفتي ممثل جزائري في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، أول فيلم قمت به في سنة 1947، أما الآن في الفيلم هذا أول خطوة. أنا نخدم بالسينماتيك الجزائرية، جيت الفيلم هذا على جال بوعماري خطر صاحبي وثاني خطر حب السينما الجزائري. في الفيلم هذا نمثل علي، فالصح ما نمثلش خطر أنا هذه هي معاشتي وسميوني بو جمعة. أنا فيا معلمة جديدة. أنا معلمة. أنا سنوني علي تكلف بالثقافة في التنوية هذه. يسموني جاسية، جيت من العاصمة. مرحبا. رانا رايحين نطلعوا حفلة مع تلاميذ، ولا تحبي تخدمي معنا؟ معلوم الفرح والسرور. هكذا كشما نشتركوا. صحة. نشترك. على خير. سلامة. شكرا لكم كثير معنا. شو مليح احنا ناخذ. هلا 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 خدم بزاف في بلاد هادي، يعرف كاع الغاشي ويعاونكم على الخدمه هذيك اللي ديروها، الحفله هذيك اللي ديروها في البلاد. وتشوفوا يسكن غير هنا واقلع. هاوليك هاوليك. اهلا سيد. وجهك يا سيدي بخير. انا لاباس، حبيت نقدم لك صحابي، نقدم لك جزيه. هذا بخير يا بنتي. ما يفتخر بو علام. هذا شيخ بو علام. لاباس يا بو علام. لاباس. خدموا معايا يقريوا لتحت، حبوا يهضروا شويه معاك. رايحين يديروا حفله للدراري، شوف معاهم كاش ما تعاونهم، وحبوا يقصروا معاك على قصيده هذيك تاع صحاب التحت وصحاب الفوق. نشوفوا نشوفوا. صح عاونهم. حسن انا نروح الوقت الخدمه. سلام. بقى على خير. سلام. لا صح بقى على خير. أما في الدور الثاني قمت بدور شيخ كبير محترم ومسؤول القرية، وما زلنا في الإنتاج، ما زلنا في الإنتاج، وما زلنا في الإنتاج مع الثورة الثقافية.
سير سير. كما قلت لكم يا سيدي، لكن الرجال صابوا المعدن تاع الحديد هنا في الجبل. ايه والشبان هزوا من الساحل وطلعوا لهنا. ها من ذاك الوقت تغيرت الامور المعيشه في الجبل، والميناء وقفت العمل، وجميع العمال هجروا مشاو لمصانع جديده يخدموا. ها ايه هذه هي. لا خلي روحي روحي للشغل كنس. واليوم اللي انتخبوا عليك ما يسملكش تنساي واش قالوا لك في العرضه، السي الخضر السي عبد القاو السي رضا. وكيما قلتها لك انا كل يوم، لازم تديري مجهودك باش المجلس ينتخب ويكري المؤسسات للقطاع الخاص، ولازم ندور لهم عقليتهم لدوك الناس. ما يغيظنيش على خاطرش نخدم في سبيل وطني، في سبيل شرف وطني، وفي سبيل الثقافه. والان راني مازلت المثل، وراني شاركت في واحد الفيلم شريط، وهو العنوان تاعو يقولوا له اول خطوه. مثل فيها زوج اشخاص، وهو الاول انسان مرفه عنده المال وفحصي، وهو الجهاد اللي راكم تشوفوا فيها من هالجهاديه. نعم. والجهاد اللي راكم تشوفوا فيها على لينا، وهو الانسان انسان فقير دوكير يخدم دوكير، فهمتوا، ولكن مولا عائله فقيره وشات العبيد نتاعو، فهمتوا، وشات النيف نتاعو. هذه هي. وانا هو الطيب ابو الحسن. انا هو حسن الحسن. هي هذه هي. الدور يمثل في هذه الخطوه الاولى هو ابو علام. اسمي عبد الرحيم العلوي. أنا ممثلة في المسرح الوطني الجزائري، في هذا الشريط نمثل دور جزيرة، واسمني في طومة. بو علام مازال ما نعش. بصح درك تشوفي كيفاش نوضو. يا معلم لا تسكت،
قاسي قدم فضلك سي طيب سيد المدير تفضل شكرا سي تحدى سي عمار ثم اللور قدموا انيسه عائشه ريقش انيسه جميله ثم تقدموا ثم حمر ديكم وخروا اللور صحيح ثم وخروا اللور ما يلزمش كي يجي السيد الوالي تقدموا نعم فهمتوا صحيح يجي سيد الولي قعدوا كيما راكم ها صحيح صحيح انتما على بالكم الخدمه ديالكم ها هاهما لحقوا السلام عليكم يمو وش قولك في هذا الانتخاب يعني رشحه كمرأة رئيس بلدية راني فرحانة بزاف على خاطر هذيك بنتي هذيك بنتي يمو واني عياني هذي صرفنا وانت وش قولك يا محمد لا حبيت نقول لك انتخاب هذا واعر ما جاش وحده والشعب على باله المراه هذه قاصحه وتعاون وعلى بالك راه الدنيا تتبدل صح وانت واش قولك يا بابا؟ انا راني فرحان كثير بهذا الانتخاب والشعب اختارها وعرف واش اختار وهذه البنت قررت لنا ولادنا ورانا دائما معاها الى الابد ان شاء الله ونتمنوا لها النجاح ان شاء الله بهذا القانون الفكري وبهذا الحكم اللي ها هو باش الانسان يستاهل الباز لازم يصطاد اولا الصيده ثانيا كي يستاهل الباز والصيده
يولي هو الأول اللي يقود القرية، ثاني ثم كيولي الأول يعمل مجهوده باش يبقى، رابعا كيولي الأول خلاص يأمر بتعيين قانون الخامس اللي يحمي ويأصل إلى العابد حتى اليمنى هذا بقانون الشرف. أماتكم وأمهات أماتكم وأول جداتكم حقيقة كانوا حراس وحافظوا على القانون النساء اللي ها هو أولا باش المرأة تولي الأولى قبل الآخرين لازم ترقص أو بإشارة وتوصف لنا السيادة وتعقل الصيدة تاع زوجها، ثانيا كي تعقل الصيدة تاع زوجها تولي هي الأولى وكي تولي الأولى تعمل مجهودها باش تبقى، ثالثا كي تولي الأولى خلاص تأمر بتعيين قانون الرابع اللي أصل ويحقق ويضمن باستمرار قانون الشرف، وبهذا الثمن يمكن اللي قريتنا تكمل تعيش. يلا
الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم. باسم الشعب، باسم الثورة، باسم جبهة التحرير الوطني، الترسيم الرسمي للأخت رئيسة المجلس الشعبي البلدي. إخواني أخواتي، بعد الترسيم رئيسة المجلس الشعبي البلدي سيد الولي القعني لنا بعض كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني، أحييكم بهذه المناسبة تحية خالصة، وأتمنى أن هذا اللقاء يكشف على المرأة صفحة جديدة، صفحة تعتمد على احتكاك الثورة وعلى المشاركة الكلية بالتطورات الاجتماعية. إن استمرار الثورة ونجاحها يكون بمشاركة هذه المرأة التي قامت بالأمس ثورها النضالي من أجل كرامات واستقلال الوطن. نشكر سيد الولي ونشكركم جميع على هذا الاستقبال الحرب. انتم ما قمتوا بالواجب، وانا نتمنى ان نلتقطكم، والان اليد في اليد الى العمل. وشكرا. علاش راك تخمم؟ راني نخمم على الغطره كي ديرها. فوالا راني مترشحه وما نجمش نوخر. اسمعي جزيه، الخدمة دي صعبة عليك بزاف، تعمل مليح تبدا روحك. راك بديت تزبلي في السبايب. أني محقق باللي ما يتخبوش عليك، لكن تحلمي عندك زاري ما جبدوش ولادهم من المسيد. ما كان علاه يجبدوا ولادهم من المسيد؟ نظن اللي عندهم ثقة فينا. المال نشوفو. واش راكم ديروا هنايا؟ كنا نقصروا مع الشيخ السيد لهنايا. وهذه واش تقول لك هذه؟ هذه؟ تخدم معايا. عندكم كوارت؟ لا ما عنديش. تفضل. سمعتي؟ هذاك اللي راح يناسبك بوعلال، هو شي وقت في وقته، حكم الرجال الشرطة فوق في المينا مع هذيك المعلمة الجديدة. قريب العقل مشتريها ويصنتو. رشيدة. نعم. هذه السيدة التزيين فضل. يا
صحة صحة سي بوعلام. صحة سي بوعلام، راني موجد لك هذاك الفخذ اللي وصيتني عليه. صح ابو علام. صح ابو علام، اجيك لغوفي تاع السينما. صح انا بعد جديها. عارف كنت نخمم على الموضوع اللي اخترناه لمشاركة ثانوية الحفل السنوي تاع البلد تاع المدينة. عندك الحق، موضوع الطفل والطفلة اليوم يحتاج مناقشة عميقة فيما يخص السعادة نتاعهم في وسط المجتمع. أنا أتكلم لك على شخصية الطفل اللي راني نشوف فيها ملاح. قصة هي شوف، أنت تستكلف في ما يخص بسيكولوجية طفل، وأنا نستكلف في ما يخص بسيكولوجية الطفلة. أنا نبدأ قبل بالطفل. دور الطفلة ولي طويل، على خطر الخلية العائلية ما زلت متمسكة بالعوايد القديمة. راني نخمم على بنت تسكن في القصبة من عائلة فقيرة. بابا هاي يخدم في باب الزيرة. ما زلت تخدمي؟ ها ما تاخذش الراي. شكون اللي عامل الشروع هنا في الدار هذا؟ انت ولا انا؟ يا راجل الخدمه شريفه ما فيها حتى عيب. بنتك داخله وخارجه كي الراجل وانت ما زلتي تخدمي. اما انا لبس الشروال بحالي وفرت. ودي اللي عيني شكون اللي خلصوا؟ بهدلتوني بهدلتوني، سمعتوا؟ ما بقى لك غير نقص شرمي. ما تنقص يا راجل، نعلم ما تنقص. انا نقول لك يا راجل هد روحك، تقدر تمشي وراسك مرفوع في هذه الساعه. ما رانا نطلبوا ما رانا نسرقوا. على كل حال بنتك هاي ربحت الباك، من حقك تفرح وتزيد. باك الباك ولا ماشي باك؟ سمعتي بنتك راهي تبقى من الزواج. كي الحق مكتوب هات الزواج. كبش تحك هكذا خطره اخرى، راجلك يكون تحت رجلك. يلا نوضي جازيه، نوضي اطلعي اطلعي يا جازيه. يلا جازيه اطلعي اطلعي. بوعلم
الباب برجلك كسر طبسي تاع رفيس ولكش ما قاتلك عطيها بسقلة هكذا باش تعرف بيك ها؟ هاي كل على فهمت سي بو علام كيما قلت لك ها؟ ما يلزمش كيما دايما راجل روح كون مش عارف وقيلة انا هو رجل اسمعي انا هو رجل باليوم حل عينك مليحة انا هو رجل اكي اسمعي رجل انا هو الرجل مازال خير ما تخسريش مشي بابك الله يشريهولنا واش معك مشعل
لا هو راجل. ما في دواس مع يما، ما تحبش تاخذ رايها كمل. انا مليت من بنتك. ايه ولي لعند يماك هي اللي تنفعك. راني خليت لك لي زور باش تقمطك يماك يا واحد البقوقو. خممتي على الموقف ما بين الاب والزوجه. انا خممت على الوالدين اللي يسيفوا ولادهم باش يتلقوا. وهذا على بدون ما راح تبدينا. قرصونتنا واش نو جيتي غير باش تاكلي تتكسلي حتى وليدكم كره منكم كره كره وانا كات مليت يا ولدي مليت انا كات كات راك سمع فيها ما زيديش تكلمي على ابني سمعتي يا واد الفنيانه وعلاش ما نتكلمش على خاطر وليدي ماشي نتاع وجهك ما استاهليش راجلي وعندي حق فيه اشكي بركات يكفي خليك منها ما تعندهاش واشنو هذا واشنو هذه المرة هذه اللي جبتها لنا هذه واشنو هذه المرة هذه هم بركات هذه راه هذا كيدار هذا هذا ماشي هذا كيدار هذا هاي يماك يماك راهي شاته يماك راهي شاته انا واش ضربت انايا على الموضوع اسمع انا نقولك صح يا وليدي انا مليت منها مش الصباح نخدم ونخدم عليها الشغل وكان شي بابك سلك لك راح تضرب لي سبحان الله طلق عليا طلق عليك انت شلك ما نقبلهاش انايا لا لا يا خويا سبحان الله يماك راهي عجوزه هكذا وتتصر عليها بركات بركات يا اخي بركات انا دبر راسك واش عندي فيه دبر راسك انا على كل حال ما قبلهاش دبر راسك انت تقول لي الوالدين يسيفوا على ولادهم باش يطلقوا هاي نمشي لكم دور تاع الطفلة راني نشوف فيه مغبون بزاف والوليد راه مسيطر على كل حال مغبوني للزوج كما الأشخاص اللي في الدور نتاعك أنا ساركلي لازم ما نقصت صارت لك أنا ثاني
راني خليت لك ليزول باش تقمطك يماك. يا زيك يا البوكوكو يوخدك يا العلون. الساقه هذا هذا كبش هذا ما تشوف فيه هو الكبش واش جابوا قريقش للعب اللي رايح نواس ولا عشيه الروايه بلا الكبش هذا واش دخل كبش الروايه اي خاطر الروايه هذا هو راك دايوه ما بعثني سي عبد الله باش يهديه لها لرئيسة البلديه سي عبد الله هذاك شي تندرو دو كوكو سمعتني وعلاش خاطر كي كان الانتخاب كان يقطع لها في الحشيش من تحت رجليها درك محسوب كي ولات رئيس البلديه يبعث لها في الكابيشون شو ديريكت ها يا الدنيا العوجة ايما اسمع سي الكابيشون اسمع والله العظيم قالوا كان راك عارف واش راه صاير والله العظيم غير تولي بكوش ديفينيتيفمون الله غرب ها بورتون انت الحيوان وتفهمني ها تخزر فيا انت ها مازال تشوفني ها ما تحشمش على عرضك عندك الخنوفة انت هادي ماماني وين شفت انت الفنان يواشي في هاد لي جالي روتور هكذايا اسمع اسمع سي قاسي قال لك المرسول ما يسحي ما يخاف بعثني سي عبد الله نديرو الوصايه ديالو ونبدا نصلينا عليه ما تدخلش روحك حنا فنانين خاطينا هاد الشوفات هادو دابا راني عارف ما تقبلوش روح وما تنساش التمرين تاع العشيه عندنا الحفله ديالنا نصبح وانا وحدي ها ايا ايا نسوا درك بهدلت قالت مشات مشات ايا عندنا تمرين العشيه روح روح ايا ايا منا ايا با با ايا با بدي هيا هيا نسوا ليا با يا مرزا يا ماني نتا مساء الخير اختي انا جبت لك هدية هذا ما يكون غير سي عبد الله انا عمي هو بدات روح ربك شتا ما تديش
سكتوا يا ولادي. الحفله ماشي درك العشيه. العشيه ماشي درك. هيا هيا وليدي روحوا روحوا تلعبوا. لا روحوا تقراوا كيما قال لي. لا غير عندك الحق ما حبش تقبله. شفت واش قلت لك انايا؟ ها نشيرو كان عطيته وليدي انايا صاحبك وفنان ها وراك تعرف الله كريم شويه نديه للوليدات ماشي خير. اسمع اسمع سي قاسي راك عارف لي كيفاش ماشي تاعي تاع سي عبد الله. سي عبد الله هذاك سي عبد الله اللي جيست بوكو دان دي فيديو كيما هو عندنا. على كل حال هو قوي ويحب الناس القويين وما انت واش واسي بيك قوي هو با اللي غونفلي افيك دولار. تعرف شكون قوي؟ سيدي ربي سبحانه تو بويسون هذاك تو بويسون سير فو بلي دوني موا ان بافي بور مون امي موتون. لا انا ما راك صاحبي. انا تطلب فرد ليك وانا تعطيني كبش. شاهد شاهد ريكتيفيكاسيون سير فو بلي دونك دو باف بور دو كوبان. ها هاي اسمع اسمع خلينا دوك اللي فات مات روح اردلو الكبش نتاعو. ها انت روح الحفله رانا قريب شوف شحال راهي الساعه. مازال الحال مازال الحال. اي الساقه كي تقول لي مازال اي دي جرام بادي بدل حوايجي. اي انت يا ضايع تمشاو ناديت على ابو علام في كل مكان ما جبرتوش. خير يسلمك. جيجي نعم استكفي بالسيده هذا سعاد نعزو هي تغسل شعر السيده من فضلك. انا كانو عندي تعاد وانا الاولى. السيده مشتريه قديمه وعندها تعاد وراهي مغصوبه. انا كاني مغصوبه وعندي تعاد. حبسي متشقلاله في المحل تاعي واذا ما عجبكش الحال روحي تمشطي في جهه اخرى وزيد بزياده الناس كاع يعرفوك والهرج اللي كي دايرته في البلاد. واش راكي قاصده ما فهمتكش؟ ما فهمتيش؟ لا 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 ما فهمتش. تسرق خطيب الناس وما تفهمش. ما كفاش تبهدي اللي كي ديري فيه في البلاد. راك على بو علام. ايه راني على بو علام. لالا طلعت للمينا باش تجبد الحديد. عارفه واش راكي تخرجي من فمك؟ طلعت نجبد الحديد ولا الحطب؟ هادشي شغلي. انا عارفه روحي مليح واش راني نقول. هي وحده السراقه. هيا خرجي من هنا وقلت لك وزيد العاونك بلي ما نحلش التقلاله في الحال تاعي. خرجي من هنا. هادي الغيره اللي راهي تقتل فيك بو علام. نحبو ويحبني طاتك خرجي من هنا. نحبو ويحبني وحبنا حقيقي. يحبني ونحبو وحبنا حقيقي. اخرجي من هنا. نحبني ونحب 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 ونحب. انتي معلمتي انتي ستوت. تازي حبسي واش راكي تهضري؟ تازي حبسي خليها عليك.
مسكين يا حليلك، الناس كانوا يعيطوا لك السيب وعلام، واليوم طيحت بقدرك وبشرفك حتى رجعت تقوت فيك من الوزن. فاقو قلتي يا ويما بريتوها في راسي باش تحتملي بنتك تزوج بها. ما نزوج بها، ما نحبهاش. راكي تسمعي، ما نحبهاش. اسحري ولا قادي جزيرة هي اللي نحبها، هي اللي نحبها يا ناس. جازية نحبها. راكم تسمعوا، راكم شاهدين كاع. يا حليلك ديك المهراز اللي بيك وخربط لك مخك. نحبها قلت لك، نحبها نحبها نحبها. جبك ربي عليك تجي تشهد معانا. نروح عند القاضي دوك، العقد دوك، وعينك محلوله. أو تاكسي. نحبك 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 نحبك. شوفوا التهريب اللي عندي فيه، الحجة وإحنا دايرين فيها الثقة، تقرينا ولادنا. علاه كاع الشهادة؟ دوك نقتلوا الحب في بلاد هذا، ماذا بكم؟ ها تحبوا الشعب يرجع حزين؟ هذا ما تحوسوا. حقيقة أنا فرحانين بزاف بهذا الانتخاب الديمقراطي، والشعب عرف واش اختار، لكن الناس ملت من كثرة المشكلات. اللي ساكنين الفوق قالوا احنا ديناها، واللي ساكنين لتحت كذلك. بصح زوجتك وراه نتنا من قبل بنضالها والمجهودات اللي بذلتهم من جال تعليم ولادنا في المدرسة، ورانا فرحانين بها بزاف ونتمنوا لها النجاح. ورانا هنا والطريق مازالها طويلة. ياه شكرا عمي سيدي. الله يشوف. ما نحب والو. هذا ونكملنا الانتخاب. ما استعرضش بالانتخاب تاعك، سمعتي؟ وانا نتلو حكايه النزر اللي حكاها انا شيخ صيد. دركي راكي الاولى، لازم نعمل مجهودنا باش نقعدوا حنا الاولين. حركة جديدة. وشنو؟ ما زلت حابة تحتم عليا الحركات اللي تحبهم انت؟ أيا قريني، رحمي عليا. لو كان ماشي أنا ما تكونيش الأولى. رحم عليك. جبتها بالدراعي يا الزين.
الاخر ماشي انت مانيش الاولى زاد بزياده انا اللي درتك الاول يا اخي زواقه يا اخي اسكن نضربك في القلعه معلوم دوك عندنا بالقوه فعلا فعلا ياك انت اللي حبيت نكون مثال القريه انا كنت اقول لك المهم هي حياتنا الخاصه المجتمع بتاعنا راه يتخبط في مشاكل اجتماعية ويفكر تفكير جاهلي يا هل ترى هذا المجتمع راه يبذل في مجهودات باش يغير تفكير متأخر مثلا انتم التلاميذ في هذا القسم انتم اصدقاء نعم وعلاش كونتوا الصف البنات من جهه والصف الاولاد من جهه ناديه قسمنا هذا القسم الى قسمين وكوننا صفين خاصه للذكور وصفين خاصه للبنات
ان الطفله كي تجلس مع طفله يتساعدوا يتناقشوا في الدروس او شيء اخر، يعني وحده تساعد الاخرى. واما تكون الطفله جالسه مع الولد لم تستطيع ان تتكلم معه او تتناقش معه، يعني الطفله كي تجلس معه تحشم تتناقش مع الولد. كريم، كونا صفين من الأولاد وصفين من الأبنات، لأن الأبنات ما يريدوش يقعدوا مع الأطفال، وكذلك خاطرش الأولياء تاع البنات ما زالت عندهم العقلية تاع الشعب الماضي اللي كان يعيش فيها. كونا صفين من الأولاد وصفين من الأبنات، لأن الطفلة لم تحب أن تجلس مع الولد، لأن كذلك والديها لم يحبوا بأن ابنتهم تجلس مع الوالد، ولم يريدوا بأن تناقش معهم، لهكذا فرقنا بين الأولاد وبين الأبنات. كنا صفين من البنات وحدهم وصفين من الأولاد وحدهم، لأن البنات يحشموا أن يجلسوا مع الأولاد. يا عنترة، هاد المجتمع نتاعنا راه يبدل في مجهودات باش يغير. لا تنجد المجتمع. أنا نحب أختي تقع الماء بنت عمها، هذا مثل. هاي جات. لا لا لا، أنا نحب أختي تقع الماء بنت عمها، ولكن أنا حابة نخلق جو صداقة بين تلاميذ باش يولفوا يكونوا أصدقاء مع بعض. نظن لي ما فيها تعب. هذي حاجتكم، انا نحب اختي تقع الماء بنت عمها وسلام، ولا تخرج من هذه المدرسه. مبروك عليك سي بوعلام. بارك فيك. ما شفتوش الفوق اللي تعبوا اليوم؟ انا تاني شفت الناس الكل غير هو اللي ما شفتوش. شو راك عليك؟ شو زياره؟ راني لاباس خديناها. ما شفتش بوعلام؟ لا ما شفتوش؟ أخي ما تدوزتوش نهار كيما اليوم. Group A.
بصح مرات ما تمل ما حبيتوش. لا واضح من اللافينه ولا فينا. انا بصح مرات بصح. انت تشوف يا دري. شكد. واش نقول لك ربي يشافيهم؟ حتى الرياضه مليحه تربحوا. شدي. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. لا ما شفتوش. هيا بركة. ما على بالكش. بصح راني نحبك. صح. على خير. جاني. جاني. صح طيب. صح. واش راك؟ لا لاباس. واش دير الليله؟ راح نشوف الفيلم. نجي نشوف هذيك الحفله هذيك. حبيت نتكلم للدراري على الفيلم. ايه الروايه. الروايه يا اخي تهمك خير. باش دير عليها دارس كما قلت لي وكذا. واقيلا عندك الحق. وانا راه خرج جيب لهم الفيلم. صح صح روح ولا الحفله. ما نتلاقاو تماك. صح تلقاني تما. صح. سلام. ماذا طارش تغني؟ نسلكها. ها؟ نسلكها. يا وري الناس سيدي طراش نشوفوا هذا اللي تسلكها. أروح باي من نحا عظم في الخلف. سلكها. ها؟ سلكها؟ ما زال حال باش تعيش كي سردوك. هنا زعما راه جدب وخداته الكناويه يبدا محسوب الحاجه اللي باش يركد لاعبا وخسر فيها مليح. هنا زعما راني نقيسك انت روح في الغرام. يا فاطمه انا اصدقاء ونخدموا مع بعض. طلعنا نشوفوا شي خصيت. أعطانا معلومات فيما يخص تاريخ القرية. حتى
حاجه ما تلزمني باش نامنكم. نعرف بلي القانون يمنع راجل ومراه يتمشوا مع بعض بلا ما يكونوا مزوجين ولا من عائله واحده. يا خويا كنا نبحثوا على التاريخ تاع القريه هذه على خاطر انا نطلعوا مسرحيه انا وياها، ولا ما حبيتش تمنى نجي معك عند المدير. المدير امشي شوف المدير مع بعض. Get to go. I want to get to go. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ورقبتك ما تحركش. شوف ها. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I want to get to get to get to go. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Yeah. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ما تعرف تشطح، ما تعرف تمشي والو انت يا ها؟ مش هكذا؟ كيفاش ماشي هكذا؟ يا كي نقول انا انت قول ماشي كيفاش؟ شد شد مثلا هكذا شد. اوعدك ما تجي هذا مازال ما جاش الميكرو في يدك. هاو انت كنت قاعد ياك تبداها بالحنان بالحنان تبدا تهضر مع الجمهور زعما راهم يستنوا فيك تبدا I want to get your bread on. قالوا رو تزهر هنا تزهر كي سبع وتخرج صدرك. فهمت؟ شوف شوف لي انا شوف. I want to get your bread on. It's one well. Go on a hoe. Hoe, 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 hoe. طالي تعطيه. لا لا بس انت يا انت. سلكوها ها؟ الخوش عليهم على بالي انا. شوف. شوف شوف شوف. خليني نسمع. يا خي خليني نحلل معاك. حقا والله وقيلا راني ناشق فيك. لا غير بصح لا غير ناشق فيك كاينه حاجه لا تسد لي منك. هيا Thank you.
شفت الراي ديالك انت دائما كيف كيف لو كان انا شي حمد لو كان انا في الدار راقدين على روحنا يا ودي مباري يجي وصلنا بعد الحفلات اخويا رحم والديك ما تجيش تدبر عليا الغاي في حكم الله دكتور ميلحق ايش قول دو كون جال حنايا هنا السلام عليكم السلام اخويا واش راكم يعطيكم الصحه يا سيدي الله يسلمك عرفونا الليله يعطيكم الصحة واش راكم لاباس نقدروا نقصروا معكم شوية يا أخي ما نهولكمش نقصروا معنا؟ خلاص الحفلة خلاص في تيرميني نقصروا معكم غير هكذا شخصيا إيه معليش سي قاسي تفضل تفضل معليش أنت صدر وقارطبة يعطيكم الصحة واش تكونوا باش تقصروا معنا ولا باش تقصيونا؟ قبيلة كانت الحفلة إذا كنت هنا راك شفت كلش وإلا ما كنتش أخويا اسمح لي رحمة لك ديجا راني أبوبري كيما هذاك البرويار اللي كان قبيلة هذه وحدة بصة لا لا سي قاسي هذا علي مدرس تاعنا هذا حب يدير بحث على مسألة التياتر تاع كوميك و قصر معه قصر معه مليح مليح من برا هكذا نعرفوكم نعرفو شكون قاسي شكون قريق نشوفوكم في التلفازة نشوفوكم في المسرح في السينما بصح في الصح شكون هو قاسي تيزوزو شكون هو قريقش انت أقاسي على اسمك قاسي تيزوزو مثال على كل حال نقولك مرحبا دوك تعرف شكون قريقش وشكون قاسي سهل صح احكي لي شويه قريقش قاسي اسمح لي هو قريقش ها واش حبيت نحكي لك يا سي علي حكينا على حياه الفنانين على خدمتكم حياه الفنانين بصفه عامه الفنانين بالخصوص الفكاهه يعني انسان فكاهي اذا كنت حاضر في الحفله هنا راك شفت صح يعمل كل مجهود ويحاول باش يضحك الناس خطر يلزمو يصيب باش يضحك الناس كان الفكاهي المرحوم رشيد قسنطيني محمد التوري جلول باش جراح عبد القادر سفيري سيد علي فرنوندين هذو كامل وساو الواجب ديالهم وساو الشيء اللي مازال نشوفوه مازال خطر الفكاهي هذا في الحقيقه عنده زوج وجوه يلزمو يعالج المجتمع بضحكة وهذا شيء صعيب باش تصيب حل الحاجة اللي تكون بلا ما تضر حبيبك يلزم تنهيها على حاجة هذه حاجة نظن صعيبة كان فنان كنت نحبه بزاف أنا شارلي شابلان الفنان تعرف يا قريقش واحد الخطره خدمنا في واحد البلاد كانت ليلة السوق الشتاء الثلج البرد وما لقيناش وين نسكنو كانت لزم علينا الحال باش نرقدو في صال ديفات هذيك في قاعة الافراح هذيك الصباح كي نظنا يابسين هذا لصق في هذا جاو الناس المسؤولين تاع ديك البلاد هذيك داونا الحمام دخلونا في البيت السخون ما نحكي لكش واش صار من بعد ايه هذا يا حاد الفنان راك فكرتني انا تاني نهار مات خويا وكنت حاضر نتايا وديك الليله كنا مبرمجين في المسرح انت خزرت فيا حبي قول واش يا هل ترى نحو اللعبو ولا كان واجب عليا باش نحو على كل حال للمسرح كانوا لافتات كاع قريقش وقاسي الليلة التسعة تاع الليل رحنا وضحكنا الغاشي وواحد ما على باله من الجمهور بلي خويا مات وكان مندود غير انا وياك اللي لعبوا معنا ضحكت الغاشي منا ورحت نبكي على خويا منا